ماذا عن الانتهاكات فيما يتعلق بأهالي وأسر المعتقلين بالتحديد سيد جاسم؟ ورد الكثير من الأنباء عن حتى اضطهاد، حتى تعنت، استهداف للأهالي. ما الذي جرى بالتحديد مع أهالي المعتقلين؟ منذ اليوم الأول لانتشار فيروس كورونا وأهالي السجناء غالبون على أبنائهم داخل السجون، وبدأوا بالاحتفام وبدأوا بالتجمع أمام السجون في الأحواز، ثم طالبوا السلطات الإيرانية بإخراجهم بشتى الطرق، بالكفالات، بالواسطات، بأي شيء. كانوا يطالبون بطرق سلمية من قبل يعني سلطات السجن، من السجانين، أن يسمحوا لأولادهم لفترة معينة حتى تصيح رئيس السجون أن يخرجوا لأهلهم ولذويهم وللمستشفيات حتى من أجل العلاج يعني. لكن النظام الإيراني واجه هؤلاء بطرق مختلفة، بل هددهم وبل استخدم الرصاص الحي، وهنالك إطلاق رصاص بالهواء من أجل تخويف هؤلاء العوائل الذين هم متجمعين أمام السجون في الأحواز. ولا وحتى اللحظة هذا التجمهر هو موجود وهو باغي على حالة أمام جميع السجون في الأحواز. هذا التعنت ما هو انعكاساته على عموم الأحوازيين في ظل انتشار فيروس كورونا، وهذا التعنت الكبير والاستهداف سواء للأسرى أو لأهاليهم سيد جاسم؟ حقيقة اليوم الأحوازيين يعانون يعني أكبر تحدي عالمي وهو فيروس كورونا، في ظل البنى التحتية المحترئة، في ظل النظام الصحي الضعيف داخل الأحواز، داخل مدن الأحواز، لا سيما إهمال السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الأحوازي، ثم ضيف إلى ذلك الظلم، وضيف إلى ذلك هكذا حالات حصلت في السجون وفي المستشفيات وما إلى ذلك. بالتالي الأحوازيين اليوم ليس لديهم إلا مناشدة العالم ومناشدة المنظمات الدولية للتدخل السريع وإيقاف النظام الإيراني من تلك الجرائم، لأن اليوم الأحوازيين حالهم حال جميع العالم، يعانون ويكافحون ضد فيروس كورونا. فيجب أن نهتم إلى هذه النقطة ولا هذه المسألة. ليس هنالك وقت للمزيد من المظالم والمزيد من الاضطهادات والقمع في هذه الفترة.